أعزائي الطلبة والطالبات، معاكم الدكتور عادل رفقي. هنتكلم النهاردة على موضوع جديد اللي هو الفيلد افكت ترانزستور، اللي هو الترانزستورات ذات التأثير المجالي، في إطار طبعا مادة الإلكترونيكس لقسم علوم الحاسب. الاوبجكتيف او الهدف او الاهداف بتاع الموضوع ان احنا اكسبلين ذا اوبريشن اند ذا كاركترستكس اوف جانكشن فيلد افكت ترانزستور اللي هو جي فيت، نفهمه، اندرستاند الجي فيت بارامترز، نفهم ايه جي فيت ده، ديسكاس اند اناليسيس هاو جي فيت ار بايست، اكسبلين ذا اوبريشن اند ذا كاركترستكس اوف ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور اللي هو بنسميه الموسفيت، ميتال اوكسايد فيلد افكت ترانزستور. ميتال اوكسايد سيمي كوندكتور فيلد افكت ترانزستور. كمقدمة عامة ان الفيلد افكت ترانزستور عبارة عن ايه؟ بيتحكم في الكرنت باي فولتج ابلايد تو ذا جيت. يعني في عندنا كونتاكت، الكونتاكت ده بنسميه جيت، بس الكونتاكت ده ما هواش عبارة عن جانكشن، بي ان جانكشن ريفرس بايس. كل ما زود الريفرس بايس كل ما الديبليشن ريجون بتزيد والتشانل بتتخنق وبالتالي التيار بيقل. يبقى الفيت ميجر ادفانتج اوفر ذا باي بولر از هاي انبوت ريزيستنس، لان طبعا ريفرس بايس دي ان جانكشن بتبقى الامبيدنس بتاعتها عاليه، لكن بالنسبه للباي بولر بتبقى فورورد بايس بين البيز وبين الايه؟ وبين الكوليكتر. لكن عموما الاهداف او الاستخدامات بتاعت الاثنين قريبه من بعضها. او طيب الجانكشن فيلد افكت ترانزستور زي الباي بولر جانكشن ترانزستور كنترولز كارنت فلو. الفرق ان الطريقه اللي بنعمل بيها الايه، بنحقق بيها الكنترول ده. بالنسبه للجيت بنستخدم فولتج تو كنترول ذا كارنت فلو. از يو ريكول ذا ترانزستور يوزز كارنت فلو ثرو ذا بيز اميتر، ده ترانزستور العادي اللي هو الباي بولر بيستخدم البيز كارنت عشان يكنترول الكرنت الرئيسي اللي ماشي في الترانزستور. انا استخدم الجيت فولتج عشان اكنترول الكرنت الرئيسي موجود قدامكم في الدايره اهي. فالفي جي جي والفي دي دي دول اللي هم البايس باتريز اللي هم بيحددوا لي برضو الكويسنت بوينت بتاع نقطه الايه التشغيل. ده طبعا يوني بولر مش باي بولر، فاما التشانل بتاعته تبقى ان تشانل زي اللي موجود في الشكل ايه، او بي تشانل زي اللي موجوده في الشكل بي. وده اللي على اليمين اللي هو السيمبل بقى بتاع الاثنين دول. الفرق بين الام تشانل والبي تشانل هي البولاريتيز، يعني بتبقى قيم الجهود معكوسه، يعني الدرين فولتج يبقى بالنيجاتيف بدل ما يبقى بوزيتيف، والجيت يبقى بوزيتيف بدل ما يبقى ايه، بدل ما يبقى نيجاتيف. طيب الكرنت اللي هو ديفلوبد ده كنترول، ده ديفلوبد باي ذا ريفرس بايس جيت سورس جانكشن. زي ما قلنا ان البي والان جانكشن الصغيره شايفين الجيت كونتاكت اللي هو باللون الاحمر اللي واصل على الجي جي، تحتيه في منطقه بي ريجون. البي ريجون دي معموله على البلك نفسه بتاع الترانزستور، جسم الترانزستور الرئيسي ان، فواضح هنا هيبقى في بي ان جانكشن. لو انا حطيت الجيت نيجاتيف يبقى في الحاله دي هيبقى هنا ايه؟ نيجاتيف على بيزلت على البي وبوزيتيف على الان، يبقى كان البي ان جانكشن اللي عند الجيت دي ريفرس ايه؟ ريفرس بايست. This field or resistance سواء بقى الفيلد او limits the amount of current flow، لان طبعا الريفرس ريجن او الديبليشن ريجن بتزيد بتتاثر بالمجال بالريفرس فيلد، عشان كده سموه فيلد افكت او ممكن نقول عليه جانكشن افكت. نشوف البارامترز بقى. Let's first talk, take a look at the effect with a VGS of 0 volt. لو حطينا ال VGS بيساوي 0 فولت. ال ID increases proportionally with increasing ال VDD.
هنلاقي لما ال VDD يزيد، واضح ان ال VDD هنا variable battery، بنزود ال VDD نلاقي التيار بي ايه بيزيد، والسلوب ده بيمثل الريزيستنس، مقلوب الريزيستنس بتاعت التشانل، بنسميها التشانل اللي هي بين الدرين والسورس. المنطقة دي بنسميها الاوميك ريجون، اللي هي من النقطة ايه للنقطة دي، شكل العلاقة علاقة اوم بتمشي تبع قانون ايه؟ قانون اوم، اللي هو علاقة بين الاي والفي، علاقة خط مستقيم مقلوب السلوب بتاعهم بيساوي الريزيستنس. طيب البوينت لما الاي دي سيزيس، الاي دي يبتدي ايه؟ يقل بقى، to increase regardless of VDD، يبقى عمالين بنزود ال VDD والايه والاي دي ما بيتغيرش، دي بنسميها ايه؟ البنش اوف فولتج، اللي هي تحت هنا ال VP عند النقطة دي، بتبتدي التشانل من ناحية الدرين، الجيت والدرين، يعني ال V جيت درين، هنا الريفرس بايس بيبقى عالي قوي لدرجة ان التشانل طرف التشانل عند الدرين بيبقى اتقفل، حصل له بنش اوف، فالمقاومه بتاعته بتزيد، فالتيار الدرين بيبقى ثابت لان المقاومه بتزيد والفولت اللي هو الفي دي اس بيزيد، فالاثنين بيزيدوا بحيث ان التيار بيبقى ايه؟ بيبقى كونستنت زي ما انتم شايفينه كده، خط افقي اللي هو من نقطه بي للنقطه ايه؟ للنقطه سي. طب عندنا احنا بقى زي ما كان هنا طبعا الفاميلي اوف كيرفز او السيت اوف كيرفز دي كانت في البايبولار جنكشن ترانزستور، بنختار الكيرف على اساس الاي بيز، هنا بنختار الاوبريتنج كيرف بتاعنا اللي هو موجود بالنسبه لنا اللي هو عند ماينس 1 فولت ده مثلا، اللي باللون البينك ده بنختاره على اساس الفولت اللي على الجيت. Forward transfer conductance اللي هي GFET is sometimes considered. It is the change in ID based on a change in VGS. يعني التغير اللي هيحصل في الاي درين مع التغير بتاع الجيت. هنا الانبوت ريزيستنت بتاع الجيت از هاي زي ما قلنا since the gate source junction is reverse biased. However, the capacitive effect can offset this advantage. Particularly at high frequency. طبعا في عندنا مكثف، البين جنكشن دي كانها مكثف بيتشحن على جنبين الجنكشن شحنه موجبه وشحنه سالبه مع الايه الريفرس فولتج، فهي بتحل محل المكثف، واحنا قلنا ان المكثف لما يزيد الكاباسيتنس بيقل التايم كونستانت، ولما بيزيد التايم كونستانت ولما التايم كونستانت يزيد ما اقدرش اشغل الديفايسز عند ترددات او عند بيت ريت عاليه. يعني زي ما شايفين السمري بقى بتاع المقدمه الصغيره اللي احنا خدناها عن الفيلد افكت ترانزستور دي، ان الجيفيت ار يوني بولر ديفايسز عكس الباي بولر جنكشن ترانزستور اللي هو فيه ثلاث قطع، واحده بي واحده ان وواحده بي، او العكس اللي هو الاثنين كومبلمنتري بعض، هنا بتبقى يوني بولر شانل، يا كلها بي جسم الرئيسي يا كلها ايه يا كلها ان. الجيفيت هاف 3 تيرمينالز اللي هم السورس والجيت والدرين، اللي هو السورس بالنسبة لي اللي هو بيمثل الكوليكتور، والجيت اللي بيمثل البيز في البايبولر، والدرين اللي بيمثل الايه الاميتر. الجيفيت هاف ا هاي انبوت ريزيستنس طبعا مقارنة بالبايبولر، لان ده الانبوت ريزيستنس اللي على الجيت بتبقى عالية لانها ريفرس بايس، اما بالنسبة للبايبولر بتبقى فورورد بايس بين البيز والايه والكوليكتور. Unwanted capacitance associated with FET can be dealt with by biasing dual gate type FET. يعني في انواع بقى بيحطوا dual gate على اساس يبقى التو كاباستنس يبقوا على التوالي، وبالتالي الاوفرول كاباستنس ال، يعني في دي الطرق بقى محاوله ان انا اشغل الترانزستور عند هاي بيت ريت، ازاي اتفادى العيب بتاع وجود الكاباسيتيف افكت. الاي دي اس اس فور اول فيتس از ذا ماكسيمم اماونت اوف كارنت فلو ان ذا درين سيركت وين في جي اس بيساوي صفر، لما تبقى التشانل مفتوحه خالص. اول فيتس ماست بي بايست فور بروبر اوبريشن، زي بالظبط الباي بولر، نحدد الكيو كويسنت بوينت
اللي هي الميد بوينت ذا موست كومن فور يوز ان امبليفايرز زي ما شفنا في البايبولر بالظبط. ثانك يو، شكرا على حسن متابعتكم.